ألو، بغيت من بنك المعرفة 93 على أمرك. تفضل. جتنا مهمة جديدة من بنك المعرفة ولازم ننفذها اليوم. لا لا، ما اليوم، الحين وبأسرع وقت ممكن. يا الله، اليوم جمعة يا ناس، وهو اليوم الوحيد اللي أرتاح فيه من الدراسة والبحث. أماكن المساجد الأثرية مزدحمة، خاصة يوم الجمعة في القاهرة يا دكتور فلاح. أنت خبرتهم بالموعد اللي لازم نسلم فيه المعلومات حتى يسووا حسابهم في فرق التوقيت؟ ترى هم توقيتهم أقل منا بساعتين. أعزائي متابعي بنك المعرفة، أحييكم بالقرب من مسجد عمرو بن العاص في القاهرة. من المعروف أن قلعة نزوة عبارة عن مبنى دائري كبير مبنية بالحجر والجص العماني، فكم قدما يبلغ ارتفاع قلعة نزوة؟ هذا اللي تشوفه على الطاولة، نعم، هو الزيتون العماني اللي احنا نعرفه. لا يا اخي، ما هو هذا؟ سمعتوا يا جماعة الخير؟ زيتون يا اخي. لا ما هو يا جماعة، هذا ما اسمه زيتون، زيتون احنا نقول هذا صغير طالع، هذا اسود، لا تاخذوا زيتون، ما زيتون، بس يا جماعة، والله بس زيتون. هذا ايش فيك؟ خير ان شاء الله. هذا الزيتون الصغير هو الزيتون الشائع والمعروف، والأخوة الشاميين يعرفوا هذا الزيتون. هذا. أما هذه الثمرة، ها؟ فهذا زيتوننا إحنا. بس هذا جوافة يا أخي، ما زيتون؟ فعلاً أخي العزيز، هي هذا الجوافة، بس إحنا نسميها الزيتون. صدق عم قابش، كل هذه المعلومات عن الزيتون ولا ما كنت تعرف؟ يا سلام يا فريد، أول مرة تعترف